كنيسة ملك جرجس بإيش احنا بنعتبر زيارة سيدنا عيد سيدنا الأب إسحاق. شفت السقفة يعني كده ولا تحية ولا تغريدة ولا حاجة. سيدنا الأب إسحاق الأب الأسقف يمثل المسيح على الأرض. الأب الأسقف شبيه بالمسيح زي صفات السيد المسيح، فالأب الأسقف نفس الصفات بتاعت السيد المسيح. تقول ليس له أين يسند رأسه، ماليش انتماء لأي حد، فالأب الأسقف هو المسيح على الأرض بحتة. حتة ثانية سيدنا الأب إسحاق زي ما جاب السيد المسيح تعلموا مني لأن وديع ومتواضع الخلق تجد راحة لنفوسكم. ربنا متعنا الأب إسحاق أسقفنا المحبوب، الوداعة، الطيبة، الهدوء، الرعاية، العناية. صدقوني أنا في كل مكان بقول اللي ياخد تراب من تحت رجلين سيدنا الأب إسحاق ويحطه على عينه، عينه تتخلق من جديد مش تفتح. التراب من تحت رجلين سيدنا الأب إسحاق رجل الصلاة ورجل التسبيحة ورجل الحب والرعاية والحنان والمعاملة الطيبة والآداب الرقيق والأسلوب اللي يعني بالظبط 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 المسيح على الأرض. احنا ربنا متعنا بسيدنا وبرعايته وبحنانه وبحبه وبروحياته العالية وبالمعاملة الطيبة الجميلة والشفقة اللي بيشفق بيها على كل إنسان. يعني أنا ما شفت سيدنا الأب إسحاق في مواقف كانت محرجة لبعض الناس إلا ما يتعامل معاه أشد من حنان المسيح أو لطف المسيح أو رعاية المسيح أو قبول المسيح للخطاة. سيدنا الأب إسحاق أعظم من كده بأمانة، يعني لأن الحب اللي جواه والرعاية اللي جواه والعناية لشعبه ولمرشيته والكهنة بتوعه وللشعب بتاعه والرعاية الشاملة والحنان. يعني كلمة حنان دي ما كناش نسمعها غير عن سيد المسيح، تحنن وعمل، تحنن وعمل. فالأب إسحاق دايما كله حنان كله حب. فالنهاردة عيد، يعني يمكن النهاردة مش بداية الصوم، النهاردة عيد الميلاد نفسه. شوفوا قد ايه. فالنهاردة طبعا بنشكر سيدنا على حبه وعنايته، وانه يعني ما فيش اي شيء بيخليه انه يفضل شيء عن زيارة الكنيسة او البلد او شعب البلد. فده حب ورعاية وكل سيدنا الى منتهى الاعوام. ربنا يديك الصحة لغاية ما تسلم الكنيسة للمسيح. بيفرحنا وبيرسم وبيدشم ورعاية وحب. فبنقول يا سيدنا الى منتهى الاعوام. النهارده العيد الثاني، النهارده العيد الثاني واحنا البركه لينا، يعني ان النهارده العيد الثاني لجلوس سيدنا على كرسي بروتين الكومه. بنهني انفسنا، يعني بنهني انفسنا وبنهني سيدنا بجلوسه على كرسي أبرشية القمة. سيدنا من الآباء المحبوبين، صدقوني يعني المباركين اللي الواحد يعني بنتعلم منه كل حاجة حلوة. ربنا يدوم قبوته ورئاسته علينا ومحبته ويخليه لينا يا رب إلى منتهى الأعوام. إحنا حظنا حلو إن النهاردة سيدنا يباركنا في العيد الثاني بجلوسه على كرسي أبرشية القمة. كل سنة وسيدنا طيب يا رب أخبار العيد المئوي والماسي واللؤلؤي وكله، يعني أنا مش عارف الأعياد يعني. يدوم أبوته.